لأنها فتاة في وجهها بقع سوداء صغيرة مثل حبة الخال، وهذه كثيرة ما بين 6 إلى 8 نقاط متفرقة. تقول: ما حكم إزالة مثل هذه النقاط في المستشفى بواسطة الليزر أو أي طريقة أخرى؟ لا حرج في إزالتها، لأن هذه الكثرة التي ذكرت تشوه الوجه بلا شك، وتوجب أن ينفر الناس من مشاهدتها. والقاعدة في هذا أن ما كان للتجميل فحرام، وما كان لإزالة العيب فحلال. دليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشم والمستوشم، هو الواشر والمستوشم. فالوشم تلوين الجلد، والوشر توشير حك الأسنان بالمفرد ونحوه، لأن هذا تجميل. ودليل الثاني وهو إزالة العيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من فضة ففعل فأنكن، فأمره أن يتخذ بدل الفضة ذهبا، لأن هذا من إزالة العيب. فخذ هذه القاعدة وانتفع بها. وعلى هذا فاللاتي يحاولن أن يقلبن سواد وجوههن إلى بياض محاولتهن حرام، لأن هذا من باب تغيير خلق الله للتجميل فقط. نعم، أحسن الله إليكم. هذه السائلة فإن قال قائل: ماذا تقولون في تعديل الحول في العين، هل هو من باب التحسين أو من باب إزالة العيب؟ فالجواب أن هذا من باب إزالة العيب، فيكون جائزا. نعم، وكذلك أيضا لو كان في الأسنان نتوء واضح بارز يعد عيبا، فلا بأس بتقويمها حتى تساوي صفوف الأسنان الأخرى. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.